هاي everyone and welcome back to my channel. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا العنوان ديال الفيديو باللي غادي ندويو على الكامبوس ديال اليونيفرسيتي. بالنسبه للكامبوس ديال اليونيفرسيتي ولا المعلومات اللي غادي نعطيكم على هذا الكامبوس او في هذا الفيديو, اول حاجه خصكم تعرفوا بلي انه هذا الفيديو هذا فقط غادي ندوي فيه هكا, ما غاديش نوريكم الكامبوس كي داير والدورماتوري كيفاش دايره, حيتاش الا قال باش انني نصور وداكشي باش كانت مده هذه ما لحقتش فيديو في يوتيوب. كنت قلت لكم في الاخر فيديو باللي الفيديو الجاي على هذا الفيديو باللي غادي نوريكم فيه الدورم ديال اليونيفرسيتي, ولكن ما مسموحش عليا باش انني نصوره وداكشي علاش غادي نعطيكم فقط بعض المعلومات واللي صراحه هي مهمه, وخاص اي طالب صيني او لا اي طالب مغربي عفوا جاي للصين باش انه يقرا خاصو يكون عنده سام انفورميشن على هاد الكامبوس ديال اليونيفرسيتي او لا حتى بالنسبه لادر يونيفرسيتيز. المهم بالنسبه للكامبوس ديال اليونيفرسيتي فيه بزاف ديال البولدينغ, كاينين البولدينغ اللي خاصين بشاينيز ستودنت يعني بالبويز اند جيرلز يعني الاولاد والبنات الطلبه والطالبات الشينويين عندهم البولدينغ ديالهم اللي كيسكنوا فيهم خاص, وانترناشونال ستودنت عندهم بولدينغ خاص فيهم. بالنسبه للشاينيز ستودنت بالنسبه للطلبه الشناوة كيسكنوا بهم تقريبا 4, وكاينين شي بعض الغرف او كاينين عفوا بعض البولدينغ اللي فيهم 5, يعني الناس يعني الطلبه الصينيين كيسكنوا بهم 4 حتى 5 في وسط الروم. اما بالنسبه للانترناشونال ستودنت فكيسكنوا فقط 3. وبالنسبه للبولدينغ ديال الانترناشونال ستودنت كيفاش داير, كيكون واحد البولدينغ فيه بالنسبه اللي ساكن فيه انايا واللي ساكنين معايا فيه واحد البولدينغ فيه 6 ديال لي فلور, يعني 6 فلور كاين في البولدينغ, وكل فلور فيه 30 غرفه. بالنسبه قلت لك كيف قلت لكم بالنسبه للدورم ديال الدورميتوري ديال انترناشونال ستودنت لي في شاينا جيليان يونيفرسيتي هو واحد البولدينغ اللي فيه 6 ديال لي فلور, 6 ديال لي زيتاج, وكل ايطاج فيه 30 غرفه. اوكي كاينين 6 ديال لي فلور وكل فلور فيه 30 غرفه. بالنسبه لكل في كل غرفه فيها 3 ديال الناس تيسكنوا فيها, ماشي بحال الشناوه اللي كيسكنوا بهم 4 حتى 5 ديال الناس, ولكن حنايا فقط كنسكنوا بين جوج عفوا 3 ديال ستودنت. بالنسبه واحد القضيه, كاين اللي كيبغي يعلم اليونيفرسيتي قبل ما يجي او لا فاش كيكون هنايا كيبغي يقول لها بلي انا غادي نزيد الثمن باش اني نخلص لك واحد المونطو زايد وتعطيني غرفه بوحدي او لا زعما كاينه اتليست نكونوا جوج في الروم او لا واحد في الروم. بالنسبه لهاد القضيه هذه متوفره ماشي ما متوفرش, ولكن بالنسبه للكومبيس اللي ساكن فيه هنايا في شاينا جيليان يونيفرسيتي ما كيديروش هاد القضيه, قلنا لهم حتى حنايا نزيدو لكم الخلاص وتعطيونا يعني واحد سينجل روم او لا على الاقل دابل روم, ولكن قالوا لنا لا حيتاش مازالين غيكونوا بزاف ديال انترناشونال ستودنت غادي يجيو من بعد, وفهمت يعني ما بغاوش يعطيونا ديك القضيه. هي كاينه وكيديروها في بعض الاذرز يونيفرسيتيز, ولكن بالنسبه لشاينا جيليان يونيفرسيتي اللي كنعرف ولي يونيفرسيتي اللي قرابين هنايا ما كيديروش هذه القضيه, كيكونوا جوج حتى ثلاثه في الروم. بالنسبه للكومبيس ديالنا حنايا فيه ثلاثه ديالهم, يعني كاينين يعني ثلاثه ديال الناس كيسكنوا في الروم, يعني ماشي بوحدك وماشي جوج, يعني واخا تبغي تزيد تقول لهم بغيت نخلص ما بغاوش صراحه. المهم نتوما قبل ما تجيو يعني كونكونوا اون كونتاكت مع اليونيفرسيتي والناس اللي خدامين في لوفيس ديال اليونيفرسيتي اللي مسؤولين على انترناشونال ستودنت, وقولوا لهم واش يمكن لينا اننا ندوبلو لكم الخلاص باش نسكنوا سينجل روم او لا دابل روم, وديك الساعات هما غادي يجاوبوكم. ولكن اللي كنعرف انايا الناس اللي ساكنين هنايا في الكومبيوس معايا او لا في الكومبيوس اللي قرابين ليا ما تيديروش هذه القضيه. المهم كيف قلت لكم بالنسبه للدورم هو واحد البولدينغ فيه 6 ديال الفلور, وكل فلور فيه 3 ديال فيه 30 غرفه, وكل غرفه فيها 3 ديال الناس. بالنسبه كل فلور فيه 30 غرفه, وفيه واحد الكوزينه كبيره, ياك فيها واحد الكوزينه كبيره كيستطاع انه يطيب فيها واحد 10 ديال الناس, 10 ديال الناس يمكن لهم انهم او لا اكثر او لا 15 ديال الناس يطيبوا في الكوزينه. وكاينين وكاينه واحد جوج الثلاجات كيكونوا في وسط الكوزينه نيت ديال اليونيفرسيتي, ولكن الاغلبيه وتا انا شخصيا والناس اللي كنعرفين ستودنت كل واحد شاري هو وروميتس ديالو واحد الثلاجه اللي فهمت, يعني الا ما بغاش يستعمل الثلاجه ديال اليونيفرسيتي كيستعمل الثلاجه ديالو باش ما يهزولوش شي حاجه اخرى الطلبه الاخرين, وخا صراحه هما حتى واحد ما كيهز, ولكن يعني الا بغيتي شي حاجه راسك يعني فقط انها شريها وغادي تكون ديالك. المهم بالنسبه كاينه واحد في وسط الكوزينه نيت واحد البلاصه خاويه
يمكن لك تجي فيها الثلاجه تشريها وتحطها فيها تشارك فيها نتايا اولا الروميتس ديال كيف قلت لكم الفلور كل فلور كاين في الدور فيه 30 غرفه وكاينه واحد الغرفه ديال الكوزينه كبيره وفيها يعني فيها يعني داك الشيء اللي مويه اللي باش انك غطيب غيخصك تشريهم ولكن توفر فيهم بعض المسائل اللي سميتو اللي خاص لونيفرسيتي انها توفرهم في داك الكويزين. المهم كيف قلت لكم كاين واحد الغرفه كبيره ديال الطياب اللي هي لا كويزين وكاين واحد الغرفه في الجانب ديالها واحد الغرفه فيها واحد كيفاش نقول لكم واحد بحال البوطاجين كنسميوه بالمغرب بوطاجين فيه بزاف ديال البوطاجينات ما عرفتش واش هاد الكلمه فري هي ولكن المهم فيه واحد البوطاجين ولا واحد المهم واحد لي بوطاجين لا هكا حتى تحط فيهم هادوك المسائل اللي بغيتي طيب بهم ثاني بحال مثلا تشري لي شو تشري المقله كوكوت وشي حاجه ديال الطياب بغيتي طيبها بها انت حيتاش المويه باش غادي طيب ما مسموحش ليك باش انك ديرهم في وسط الروم يعني المواد اللي باش غادي طيب بهم المقله والكاسرونه والكوكوت وداكشي كتخليه في واحد الغرفه موفرينها حدا الغرفه ديال الطياب يعني حدا الكويزين كاين واحد الغرفه كتحط فيها دوك المسائل ديالك اللي بغيتي طيب بهم والمهم كيف قلت لكم بالنسبه لكل فلور فيه 30 غرفه وكل غرفه فيها 3 ديال الناس تيسكنوا فيها ماشي جوج وماشي واحد واصلا هي مجهزه على شكل 3 ديال الناس يعني كاين فيها ناموسيه البلاكارات ديالها لي بيرو ديالها والماريو حتى هو وكيكون واحد ماشي كونوار ماشي عفوا بحال واحد الكونوار كيمكن كيكون في وسط الغرفه وكيكون بطبيعه الحال واحد الدوش ومشروك فيه دوش وطواليت يعني مشروك فيه دوش وطواليت وثلاثه ديال الناموسيات وكل ناموسيه عندها البلاكارات ديالها من الفوق وكاين البيرو حتى هو فيه ثلاثه ديال المجوره كيكون بيرو كبير صراحه عادي وكيكون الماريو فقط فيه ثلاثه ديال الطبقات يعني نتايا والروميت ديالك الاخرين. المهم كيف قلت لكم الغرفه فيها مجهزه على اصلا على شكل ثلاثه ديال الناس فيها بيرو وناموسيه والبلاكارات ديالها والماريو حتى هو وطواليت فيها طواليت ودوش وصافي. المهم كيكون واحد الشرجم كيجي منه الاضاءه وكيكون فيه واحد الحديده يمكن لك تنشر فيها الحوايج بدوك العلاقات اللي كتحط في الماريو. المهم هذا هو زعما لا ديسكريبسيون ديال الروم كيفاش دايره وبالنسبه هذا الروم مطابقه على جميع لي روم اللي كاينين هنايا في 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 الفلور. المهم هذا هو الشكل ديال هذا الروم وغتكون في كاع ديك 30 يعني كل فلور فيه 30 ايطا فيه 30 غرفه كل غرفه يعني راه كيتشابهوا ما كيكونش واحد الاختلاف بين دوك الغرف وكل ايطاج كيف قلت لكم فيه الكوزينه كتكون كبيره وفيه واحد البلاصه كتحط فيها المسائل ديال الطياب ديالك. المهم وكيكون عاوتاني واحد الغرفه كتكون ديال خاصه بالتصبين يعني الناس اللي باغيين يصبنوا حوايجهم كيكونوا عندنا حنا بالنسبه لينا حنايا عندنا في الكومبيوس عندنا واحد 6 ديال الماكينات فقط ديال التصبين وكيكونوا 4 ديال التنشاف. المهم كيكون واحد الغرفه خاصه غير بالتصبين كتجي نتايا كتحل الماكينه الاوتوماتيك عادي بحال كتصبن في الدار غادي تدخل وكيكونوا وحدين مجهزين اولا الاستعمال ديالهم فقط للتصبين وكاينين وحدين للتنشاف. المهم بالنسبه كيف قلت لكم كاين كل ايطاج فيه الكوزينه وفيه ديك الغرفه اللي كتحط فيها المسائل ديال الطياب اللي غادي طيب به والغرفه لا ديسكريبسيون كي راه قلت لها لكم كيفاش دايره الروم وكتبقى واحد الغرفه خاصه بالتصبين كيف قلت لكم كيكونوا الماكينات ديال الصابون انت كتبقى تخلص عادي نورمال كتشد علي بي او لويشات بي كتبدا تخلص والخلاص كيكون رخيص يعني ما كيكونش غالي الماكسيموم بالنسبه للتصبين كيكون واحد 6 يوان 7 يوان كتبقى تخلصها على كل تصبينه غادي تصبن وانت ما غاديش تصبن بزاف يعني مره في السيمانه تقريبا غتبدا تصبن غتخسر واحد 6 يوان ديال باش انا اولا 7 يوان باش انك تصبن حوايجك وكيكونوا لي ماشين الاخرين اللي مجهزين بالتنشاف يعني الا كنتي باغي تلبس حوايجك مورا التصبين مباشره يعني بحال دابا انا مثلا فاش كنبغي نصبن كندير التصبين وحتى التنشاف باش موراها يعني فقط كنزل الحوايج كنحشيهم في الماريو بلا ما عاد تنشرهم ولا هكا. المهم نتوما الا بغيتوا ديروا الطريقه ما بغيتوش يمكن لكم انكم ديروا الحوايج ديالكم في ديك في واحد البلاصه كتكون في الروم
فقط يعني مجهزه باش انك تبقى تنشر فيها الحوايج ديالك. المهم وبالنسبه اللي الا بغيتو تصبنوا كيكون فقط يعني 6 يوم 70 باش تصبن. بالنسبه للتنشاف كيكون على حساب الدقائق اللي بغيتي انت تنشف بهم الحوايج. بالنسبه في ديك الماشين الماكسيموم 12 يوان تتنشف ليك ساعه وهي كتنشف لك الحوايج، وكاينه ديال نص ساعه، كاينه ديال 20 دقيقه 45 دقيقه، ولكن الماكسيموم كيف قلت لكم اللي هو 12 يوان، 12 يوان ديال التنشاف و 6 يوان ديال التصبين، يعني 18 يعني غادي تخسرها في السيمانه باش انك تصبن الحوايج. المهم هذا هو المعلومات بالنسبه للتصبين. المهم كيف قلت لكم بويلدينغ ديالنا على شكل وماشي غير ديالنا ولكن حتى الاذرز يونيفرسيتيز يعني اي ثينك عندهم ذا سيم اللي عندنا حنايا. المهم بويلدينغ فيه 6 ديال الفلور، ما كيهمش الفلور ولكن كل فلور فيه 30 غرفه، وفيه فيه واحد الكوزينه كبيره، وفيه واحد الغرفه كتحط فيه داكشي اللي غادي تطيب به، المسائل ديال الطياب غادي تحطهم تما، وما كاينش اللي غادي يهزهم ليك، وكاينين الكاميرات يعني فيما مشيتي في الكونوار، وكاين حتى في الكوزينه وحتى في ديك الغرفه، وكاين حتى في الغرفه ديال التصبيغ. يعني ما تخافش بان تقول الناس غادي يهزوا لي حوايجي او لا غادي يسرقوا لي هذه ولا هذا، بالنسبه لهنايا كاين الامن، ما كاين حتى شي حد اللي غادي يتجرأ ويهز لك شي حاجه ديالو، حيتاش الا مشى حتى شي واحد هز ليك، وقعت لينا حنايا في الدورم اي واحد هز واحد المقله ماشي ديالو غير ديال صاحبه، على العلم انه ما كانش قالها له ولا خر ديكلارا في الجروب، ومنين يعني منين انت هزيتي شي حاجه اولا ناوي تهز شي حاجه ولا شي حد هز لك شي حاجه غادي تمشي ليه سكولارشيب. وكاينين بزاف ديال الوارنين، يعني ما تخافش انك تحط الحوايج ديالك في ديك الغرفه، ديك المسائل اللي غادي تطيب بهم اولا الحوايج اللي غادي تصبن فيهم، يعني حتى واحد ما غادي يهز لك شي حاجه ديالك. شنو اخر بالنسبه كيف قلت لكم الدورم فوقاش كيتحل وفوقاش كيتسد. الدورم ديال اليونيفرسيتي كيتحل مع 6 ديال الصباح، يعني قبل 6 ديال الصباح ما يمكنلكش تخرج، يعني الدورم كيتحل مع 6 ديال الصباح وكيتسد مع 10 ونص ديال الليل. المهم هذه هي الفتره اللي يمكنلك تخرج وتدخل فيها. بالنسبه للكومبيوس كيحل مع 6 ديال الصباح 6 نيشان وكيسد مع 10 ونص ديال الليل. بالنسبه للكوزينه فوقاش حتى الكوزينه كتحل مع 6 الصباح وكتسد مع 10 ديال الليل. في الوقيته ديال رمضان او لا شي حاجه كان تقريبا حتى 11، المهم على حساب، حيتاش في رمضان قلنا لهم بلي انا كنحتاجو نطيبو وكذا كيخليوها لنا حتى 11 وما كيزيدوش مع 10، حيتاش كنكونوا قاريين وبزاف ديال الهكا ما كيبقاش الوقت داك الشيء باش. المهم بالنسبه للدورم كيحل مع 6 ديال الصباح وكيسد مع 10 ونص ديال الليل، وحتى الكوزينه تتحل مع 6 الصباح وكتسد مع 10 ديال الليل. بالنسبه الى بتي برا، بالنسبه الى بتي برا غيتوجب عليك انك تصيفط لواحد من دوك الناس اللي خدامين في الفلوفيس ديال اليونيفرسيتي، تصيفط ليه ميساج وتصيفط ليه اللوكيشن اللي انت راك فيه، يعني سواء كنتي غتشد اوتيل اولا مشيتي لشي بلاصه غادي تبات فيها اولا مشيتي لشي بلاصه ما عرفتش كيفاش. المهم بتي خارج بصفه عامه، بتي خارج الكومبيس غيتوجب عليك انك تصيفط ميساج لواحد السيد تقول ليه فوالا راني ما غاديش نبات اليوم في الدورم، وهل اللوكيشن اللي راني فيه يعني طرات شي بروبليم ولا شي حاجه، يعني انت كتحيد عليك المسؤوليه وهما ما كيقولوا لك والو، يعني ما غاديش يمنعوك يقول لك لا ما تباتش او لا شي حاجه، يعني غادي يعني فقط غير خصك تعلمهم وصافي. المهم بالنسبه كيف قلت لكم الدورم تيسد مع 10 ونص وتيحل مع 6 ديال الصباح. بالنسبه ندويو عاوتاني بالموضوع ديال الضوء والماء. بالنسبه للماء في الدورم ما تيتخلصش، اي دورم هنا في الشينوا ما كيخلصوش الماء، يعني فقط كيتخلص الضوء، بالنسبه للضوء كيتخلص ولكن الماء ما كيتخلص، ما كيتخلصش كاع الماء. المهم الماء فابور ولكن الضوء كيتخلص. الضوء كيفاش؟ الضوء بالنسبه حنايا في الكومبيوس اولا كيف قلت لكم عندنا حنايا روميت 3 في الروم، انا وروميت ديالي جوج كنديروا الثمن ديال الضوء وكنخلصوه للشهر، يعني انت كتبغي تخلص فوق شحال ما بغيتي، ولكن اقل حاجه يمكنك تخلص هي 10 يوان ديال الضو، ولكن انت من الاحسن انك تخلص بزاف باش تبقى لك مده طويله، يعني ديك الفلوس اللي غادي تخلص كتكون واحد الدخله ديال الكومبيس، كتكون واحد التلفازه كبيره كيكون فيها يعني كل روم وها شحال بقى ليها ديال الضو، يعني كتكون باينه لك انت شحال باقي لك ديال الضو، يعني كدير بالحساب فوقاش غادي تخلص الضو. بالنسبه للضو كيف قلت لكم كتخلصوا، بالنسبه انا شخصيا المثال ديالي وروميت ديالي كنخلصوا 50 يوان لواحد، 50 يوان لواحد كتدي لينا تقريبا شهر.
مش حال هذه قبل كن فاش يلا جينا كنا كنخلصوا اكثر من 150 ماشي كنا كنخلصوا 150 ولكن كتبقى لينا شهر وسيمانه وشهر وزياده. ولكن منين دخلنا الكليما يعني فاش دخلنا الكليما اولا نتوما بالنسبه لواحد النقطه فاش تجيو للكومبيس لهنا لما لقيتوش الكليما في وسط الروم من الاحسن انكم تطالبوا بها وكتكون يعني شرط في باش انهم يدروها لكم. المهم كيف كتعرفوا الكليما كتاكل الضو داكشي باش بالنسبه للضو كيف قلت لكم اي حاجه غادي تخلصوها بالنسبه للضو غادي تاكلها لكم الكليما ومن الاحسن انكم ديروا واحد المونطو بزاف. وبالنسبه لي انا والروميت ديالي كنديروا 50 يوان كتجي هي 150 يوان 150 ار ام بي الواحد 150 عفوا ار ام بي في التوتال وكتقريبا كتدي لنا شهر واخا كاينه الكليما يعني بالنسبه للضو هذا هو كيفاش ديالو. وبالنسبه بالنسبه للضو كيطفى ما كيبقاش بالليل يعني الا انت بغيتي تقرا بالليل يعني ما ديك 12 الليل وحده الليل الضو ما كيكونش يعني كيكون مطفي يعني كيكون فقط الضو ديال التواليت ولا ديال الدوش هو اللي كيكون مشعول ما كيتطفاش. اما البولات الاخرين اللي كيكونوا في وسط الروم كيكونوا سيستيماتيك مع 11 ديال الليل تيتطفاو يعني موران ساعه ديال موران ساعه ما يتسد الدور ما كيطفيو الضو موراه يعني مع 11 كيسدو الدور مع 10 ونص وكيطفيو الضو كيسدو الدور مع 10 ونص وكيطفيو الضو مع 11. بالنسبه اللي بغى يقرا ولا اللي بغى يشوف شي حاجه فقط نتوما فاش غتجيو لهنا غتبقاو تشريو البولات كيكون واحد المهم بولات ماشي المهم بولات وشي حاجه ديال السارج كتسرجي بها كتكون مع بولا هكا كتشريوها طابا ولا من بين دودو وفقط كتركبوها مع واحد الكابل هذاك الكابل كيكون خدام دوبل بريز كتكون كتحشي لارونج اولا كتحشي تتحشي داك لارونج اولا داك دوبل بريز واحد البوله وكتكون خدامه لك وداك الشيء اللي كنديرو حنا كاملين. وكاينين بعض الغرف اللي ما كيطفالهمش هنايا كاع في الدورم ولكن من الاحسن نتوما ما تعرفوش الروم اللي غادي تجيو فيها داك الشيء باش كيف قلت لكم الضو كيطفى كيتشعل مع 6 تيتشعل الضو في الروم مع 6 ديال الصباح وتيتطفى مع 11 ديال الليل يعني حتى ديك الخلاص اللي غادي تخلص يعني ديك الفتره اللي غتكون من 11 ديال الليل حتى ل 6 ديال الصباح ما غاديش تكون محسوبه لك داك الفلوس اللي غادي داك الضو اللي غتكون كتستهلك غالبا بحال مثلا البولات اللي كيكونوا متوفرين في التواليت ولا في الكونوار هذوك ما كيتخلصوش هذوك يعني ما غاديش تخلص عليهم ولكن اللي كيتحسب لك في الخلاص هو فقط داك الضو اللي غادي تكون كتستهلك من 6 ديال الصباح حتى ل 11 ديال الليل. شنو اخر المهم دوينا على الدورم كيفاش داير فيه 6 ديال الفلور كل فلور فيه 30 غرفه وكل غرفه فيها 3 ديال الناس كل فلور فيه الكوزينه كبيره وفيه واحد الغرفه ديال الحوايج ديالك اللي باش المسائل ديالك اللي غتحطهم تما كاين تحتاجهم في التطياب وكاين حتى الغرفه ديال التصبين التصبين ماكسيموم 18 يوان باش انا كتخلص يعني فيها تصبين وفيها حتى تنشف وشنو اخر. وبالنسبه دوينا على الماء دوينا على الضوء دوينا على لقيته فوقاش كيتسد وفوقاش كيتحل الدور. المهم هذا تقريبا لي زانفورماسيون اللي خاصكم تعرفوا على الدورم اللي كاين هنايا في الكومبيس ديال شاينانس جيليان يونيفرسيتي. صراحه كاينين بعض الكومبيس اللي كيكونوا مورانا واحد الكومبيس مورانا ديال واحد اليونيفرسيتي في داخره ما كيقولوش الطلبه ديالهم ماشي ما كيقولولهمش ولكن يعني طالقين لهم اللعب ما كيقولولهمش ماشي اجباري باش انك يعني مع 10 ونص غادي تسدي الا ما دخلتيش مورا 10 ونص يعني غتبات برا بالنسبه لينا حنايا ولكن الا جيتي قبل 10 ونص تدخل ما جيتي مور 10 ونص غادي يعني ما يمكنلكش تبات يعني غادي يمكنلك تشد اوتيل اولا غادي تبات برا. كاين الكومبيس في داخل ديال اليونيفرسيتي في داخره كيدخلوا فوق ما بغاو وكيخرجوا فوق ما بغاو يعني هذه افونتاج بالنسبه لهم ولكن حنايا بالنسبه شاينا جيلين يونيفرسيتي دايره الرولز ديالها من 6 ديال الصباح حتى ل 10 ونص ديال الليل هذه فقط الوقيته اللي يمكن لك تدخل وتخرج فيها هنايا بالنسبه هنايا الشينوا وحتى ماشي غير حنايا حتى الشايني ستودنت عندهم نفس الرولز يعني ماشي غير حنايا اللي غادي نلتزموا بهم وانما حتى الطلبه الصينيين ديالهم. واصلا بالنسبه للطلبه ولا الناس اللي هنايا شناوا فاش غتجيو لنا الشينوا تلاحظوها يعني الناس واخا ما يكونوش يعني ستودنت كتلقاهم يعني كينعسوا بكري وحتى المحلات التجاريه كيسدوا بكري يعني 10 ونص ديال الليل كلشي تتلقاه سد الدور تيتطفاو يعني ما عندك فين غادي تمشي فقط كيبقى لوطيل وكيبقاو بعض يعني نايت كلوبس وشي حاجه اللي كيبقاو خدامين اما كلشي كيبقى سد كلشي كيسد مورا 10 ونص يعني في الشينوا يعني ماشي
تقول هذا فقط يعني قانون ديال اليونيفرسيتي، وانما قانون في الشينوا بصفه عامه، يعني ماشي فقط بالنسبه للطلبه ولكن بالنسبه للطلبه وحتى الناس اللي ماشي طلبه. المهم هادو هما تقريبا المعلومات اللي خاصكم تعرفوا على 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 الدورم كيفاش دايرين. المهم اون جينيرال الدورم في بالنسبه لشاينا جيلي يونيفرسيتي، الناس اللي تيسولوني ديما في انستغرام وفي لي كومونتير الفيديو خاصني نلوحو على الدورم ديال اليونيفرسيتي حيت هما جايين من بعد. المهم هذا هو الفيديو، هذا هو الدورم، فيه 6 ديال لي فلور، كل فلور فيه 3 كل فلور فيه 30 غرفه، وكل غرفه فيها 3 ديال الناس كيسكنوا فيها، ماشي واحد وماشي جوج، يعني ما فيها كيناش ما عندناش في الدورم واحد الروم اللي غتكون سينجل روم او لا دبل روم، يعني فيها 3 ديال الناس تيسكنوا فيها. وكاين كل ايطاج فيه الغرفه ديال التصبيل، الغرفه ديال لاكويزين، والغرفه ديال وديال واحد الغرفه كتكون كبيره ومجهزين كاملين بالكاميرات، كتحط فيهم المسائل ديال الطياب او لا شي حاجه ديال. بالنسبه واحد النقطه اخرى بانه هاد الدورم هذا او لا هاد الشيء اللي خاصكم تعرفوه، فوق منه كيبقاو يديروا تشيكين، يعني ما غاديش تقول نخلي المسائل ديال الطياب ديالي يعني بحال الكوكوط وداكشي تخليه عندي في عندك في الروم، او لا تشد الثلاجه وديرها عندك في الروم، او لا يعني تخترق القوانين، يعني هما كيبقاو يديروا شي بعض المرات، يعني تقريبا في الشهر كيديروا جوج المرات تشيكين، يعني كيبقاو يدخلوا عليك فجاه كيدقوا عليك الا ما حليتيش عندهم السوارت، وكيبقاو يدخلوا كيشوفوا الروم كيفاش دايره، واش نقيه، واش يعني مشطبه ومجففه، يعني الروم واش نقيه ولا ما نقياش، يعني ديك الروم واش نقيه ولا ما نقياش، الا نقيه وكانوا ديما تيبقاو يلقاوها نقيه، تلقاوها مجهزه وما فيهاش شي حاجه خايبه، ما فيهاش النفايات، ما فيهاش يعني الحشيش، وما فيهاش يعني الكمايه وداكشي كامل، يعني كيبقاو يديروا واحد السلوك، كيبقاو يديروا واحد المعيار للستودنت وحتى لونفيرونمون اللي كيعيش فيه، وكيشوفوا واش داكشي صالح كافونتاج يونيفرسيتي ولا لا، ولا لقاو عندك يعني شي حاجه ديال لا دروغ ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كيكون عليها وارني، كيكون عليها واحد العقوبات، تقدر ان اليونيفرسيتي انها تطردك، يعني يدير لك واحد البينيشمنت او لا تعاقبك او لا دير لك واحد يعني تجري عليك من اليونيفرسيتي وتحيد لك الفيزا ديال الستودنت ديالها هي. وكي كيف قلت لكم كيديروا تشيكين، خاصهم يلقاو الروم نقيه ومجهزه، وانتم بيان سور يعني ديما يعني خاص يكون يعني الروم تكون نقيه وتكونوا كتعاونوا بيناتكم نتوما والروميت ديالكم، باش امكن تخليوا الروميت ديالكم نقيه وتكون مجهزه وناضيه كناضيه. وواحد النقطه في اخرى بانه الا مشاو حتى لقاو الروم ديالكم ديما تيديروا التشيكين، يعني 3 شهور ولا 4 شهور، يعني في الاخر ديال السيمستر كيخرج واحد الريزولطا ديال كل روم، يعني كل مره تيجيو تبداو ينوطيو، الا يعني في الاخر في داك الريزولطا لقاو عندك الروم مزيانه كيعطوك 150 يوان انت والروميت ديالك، يعني كي فقط يعني ماشي رشوه، ولكن يعني بحال يعني كاكادو بانه الروميت ديالكم الروم ديالكم راه زوينه، وهذا كيعطيو 150 يوان لواحد، وكتعاونوا في سكولارشيب. وكاينين شي وحدين الا لقاو الريزولطا ديالهم نيجاتيف، يعني الريزولطا خايب بالنسبه للروم ديالهم، كاينين شي وحدين كيتحيد لهم السكولارشيب، ماشي تحيد لهم ولكن كتهبط، يعني واخا تكون جايب النقط ديالك مزيان، كدير لي زاكتيفيتي بزاف وكدير بزاف ديال الحوايج زوينين، ولكن خاصك ضروري دير المعيار، او خاصك ضروري انك دير بالحساب حتى الروم ديالك والانفيرونمون اللي كتعيش فيه. المهم هادو هما تقريبا لي زانفورماسيون اللي خاصكم تعرفوا على الدورم اوف شاينا جيلي يونيفرسيتي. نتمنى انني نكون عطيت ما امكن ديال لي زانفورماسيون. المهم هادو هما لي زانفورماسيون اللي خاصكم فريمون تعرفوهم على الدورم. بالنسبه للدورم ما صورتوش كيفاش داير، راه انا حاولت ما امكن انني ندير لا ديسكريبسيون ونوريه لكم. المهم نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان، ما تنساوش تسبورتوا الفيديو وتبارطاجيوه مع الناس اللي عندهم علاقه باش انهم يجيو يقراو في الشينوا، او لا عندهم رغبه باش يجيو يقراو في الشينوا، ولو الناس كتعرفوهم باغيين يقراو في الشينوا، ما تنساوش تبارطاجيو معهم هذا الفيديو، ما تنساوش انكم ديروا لايك وديروا سبسكرايب وديروا كومونتير، او لا تسولوا اي حاجه يعني بغيتوا تسولوها على القرايه في الصين او للمعيشه او لا اي حاجه كيف ما بغات تجيكم على بالكم، سولوها في لي كومونتير او لا غادي نخلي لكم في اللين ديال الديسكريبسيون، في الديسكريبسيون نخلي لكم اللين ديال انستغرام.
اي لا بغيتو تسولوا شي حاجه او لا يعني شي حاجه بغيتو تسولوا دوزوا الانستغرام. المهم ما تنساوش انكم سبور الفيديو بلايك وسبسكرايب وشير طبيعي الحال، بارطاجيو مع بزاف ديال الناس ديالكم باش تعاونوا هذا الفيديو انه يوصل. المهم شكرا لكم بزاف وتهلاو في راسكم.